أثابكم الله. يقول السائل: هل أدفع زكاة الفطر في بلدي أم يجب أن أدفعها في البلد الذي أحضر فيه العيد، يعني هنا مكة؟ الأصل أنك تخرجها في البلد الذي أنت فيه، لأنها زكاة البدن، فتخرج في البلد الذي فيه البدن، ويجوز أن تخرج في مكان آخر، يجوز هذا. نعم. ويقول: مع العلم أن في بلدي فقراء. نعم، كله جائز، إن أخرجتها هنا أو أخرجتها في بلدك، أمرت من يخرجها نيابة عنك ممن تثق به. نعم.